خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله خليفته في الأرض لعبادته سبحانه وتعالى وإعمار الأرض، وقد وهب الله الملك لبعض عباده، فمنهم من حكم قطعة صغيرة من الأرض، ومنهم من أعطاه الله ملكا أوسع. وقد أعطى الله ملك وحكم الأرض كلها لأربعة من عباده، وقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكون اثنان من هؤلاء الحكام مسلمين والآخران كافرين. فأما المؤمنان فهما سليمان عليه السلام وذو القرنين، وأما الكافران فهما بخت نصر والنمرود. وسنبدأ حلقتنا بالحديث عن سيدنا سليمان عليه السلام. ورد ذكر قصة سيدنا سليمان عليه السلام في القرآن الكريم في عدة سور، ومنها سورة الأنبياء وصاد والنمل. وسليمان عليه السلام هو واحد من أعظم الأنبياء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم، وقد كان ملكا ونبيا عظيما، وابن ملك ونبي عظيم، وهو داود عليه السلام. وقال ابن كثير: ورثه في النبوة والملك دون المال، لأن مال الأنبياء لا يورث وما تركوه صدقة. وقد خصه الله تعالى بأشياء قصها علينا القرآن الكريم، منها أن الله تعالى علمه منطق الطير وملكه على الإنس والجن والطير. وقد عاش سليمان عليه السلام قرابة 52 عاما، وكان ملكه 40 عاما، ويعتقد أنه عاش في الفترة من 990 قبل الميلاد حتى 931 قبل الميلاد تقريبا. أما عن كيفية وفاة النبي سليمان عليه السلام، فقد ذكر أن سليمان عليه السلام كان يتجول في بيت المقدس مدة من الزمن، فكان في كل مرة يصبح فيها يجد شجرة قد نبتت في بيت المقدس فيسألها عن اسمها فترد عليه، فإن كانت نبتة للغراس غرسها، وإن كانت للدواء جعلها دواء لكذا وكذا. وحصل أن نبتت يوما نبتة اسمها الخروبة، فسألها سليمان: لأي شيء أنت؟ فقالت: أنا لخراب بيت المقدس. فأيقن سليمان أنها ما نبتت إلا لهلاكه ثم خراب بيت المقدس، فنزعها من مكانها ثم زرعها في حائط له، ثم عكف على عبادته في بيت المقدس متكئا على عصاه حتى أدركته المنية وهو على هذا الحال. ولم تعلم الشياطين بخبر وفاة سليمان إلا حينما دخل شيطان من كوة في بيت المقدس فاطلع على سليمان عليه السلام، فوجده قد خر ميتا بعد أن أكلت الأرض عصاه التي كان يتكئ عليها. وقد كانت الشياطين إذا تسللت ونظرت إلى سليمان احترقت، فأدركت الشياطين وفاته بعد أن ظلت سنة كاملة من العذاب والعمل المهين. والآن ننتقل للحديث عن النمرود. النمرود ملك جبار متكبر كافر بالنعمة مدعي الربوبية والعياذ بالله، كان يحكم العالم من مملكته في بابل في العراق. هو الذي جادل إبراهيم خليل الرحمن في ربه، وقد كان سمع عن أن إبراهيم يدعو إلى الله عز وجل في بابل فأمر باستدعائه، ودار بينهم الحوار التالي: النمرود، من ربك؟ إبراهيم: ربي هو الذي خلق كل شيء وهو الذي يحيي ويميت. النمرود: أنا أحيي وأميت. وأمر النمرود برجلين حكم عليهما بالموت، فأطلق الأول وقتل الثاني، فغير إبراهيم عليه السلام حجته، وذلك من فطنته، فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فأحس النمرود بالعجز واندهش من ذلك، وكان موت النمرود دليلا على أنه لا يملك حولا ولا قوة إلا بإذن الله، فأرسل الله له جنديا صغيرا من جنوده هو الذباب، فكانت الذبابة تزعجه حتى دخلت إلى رأسه، فكانت لا تهدأ حركتها في رأسه حتى يضرب هذا الملك الكافر بالنعال على وجهه، وظل على هذا الحال حتى مات ذليلا لكثرة الضرب على رأسه. أما ثالث من حكم الأرض فكان الملك الشهير بخت نصر، عاش في الفترة من 605 إلى 562 قبل الميلاد. هو أيضا كسابقه كان ملكا على بلاد بابل في العراق، ولكن قبل أن يصبح ملكا كان قائد جيش جرار قوامه 100,000 مقاتل،
وكان معروف للعالم بشراسته وقوته، وذهب بجيشه للشام ودمشق، فخافه الدمشقيون وطلبوا الصلح، وقدموا له أموالا عظيمة وجواهر كثيرة وكنوزا ثمينة، فوافق وترك دمشق وذهب إلى بيت المقدس، وكانت عاصمة بني إسرائيل. كان يحكمهم ملك من نسل داود عليه السلام، فخرج إلى بخة نصر وقدم له الطاعة وطلب الصلح منه، وأعطاه مثل ما أعطاه الدمشقيون، بل وأخذ منهم الملك الكافر بعض أثرياء بني إسرائيل وعاد إلى بلاده. وبعد أن انتهى، فزع بني إسرائيل الذين أغلقوا أبوابهم عند قدوم بخة نصر، قاموا إلى ملكهم واعترضوا على هذا الصلح، وقتلوا ملكهم الذي هو من آل داود عليه السلام، ونقضوا عهدهم مع بخة نصر. فعاد بخة نصر إليهم فتحصنوا ضدهم، ولكن بخة نصر تمكن من اقتحام المدينة وقتل وخرب فيها الكثير، وذهب إلى القرى المجاورة وخربها وقتل أهلها، وبقي بخة نصر في بلادهم وأحرق ما وقع تحت يديه من التوراة، وأبقى النساء والأطفال ليكونوا عبيدا لأهل بابل، حتى بلغ عدد الأطفال 90,000 طفل. ولما وصل بخة نصر بابل وزع الأموال والأولاد على أهل بابل حتى امتلأت بيوتهم بالخير. أما عن رابع من حكم الأرض فهو العبد والملك الصالح ذو القرنين. لا نعلم قطعا من هو ذو القرنين، كل ما يخبرنا القرآن عنه أنه ملك صالح، آمن بالله وبالبعث وبالحساب، فمكن الله له في الأرض وقوى ملكه ويسر له فتوحاته. بدأ ذو القرنين التجوال بجيشه في الأرض داعيا إلى الله، فاتجه غربا حتى وصل للمكان الذي تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من ورائه، وربما يكون هذا المكان هو شاطئ المحيط الأطلسي، حيث كان يظن الناس ألا يابسة وراءه. فألهمه الله أو أوحى إليه أنه مالك أمر القوم الذين يسكنون هذه الديار، فإما أن يعذبهم أو أن يحسن إليهم. فما كان من الملك الصالح إلا أن وضح منهجه في الحكم، فأعلن أنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله يوم القيامة، أما من آمن فسيكرمه ويحسن إليه. بعد أن انتهى ذو القرنين من أمر الغرب توجه للشرق، فوصل لأول منطقة تطلع عليها الشمس، وكانت أرضا مكشوفة لا أشجار فيها ولا مرتفعات تحجب الشمس عن أهلها، فحكم ذو القرنين في المشرق بنفس حكمه في المغرب، ثم انطلق. وصل ذو القرنين في رحلته لقوم يعيشون بين جبلين أو سدين بينهما فجوة، وكانوا يتحدثون بلغتهم التي يصعب فهمها، وعندما وجدوه ملكا قويا طلبوا منه أن يساعدهم في صد يأجوج ومأجوج بأن يبني لهم سدا لهذه الفجوة مقابل خراج من المال يدفعونه له. فوافق الملك الصالح على بناء السد، لكنه زهد في مالهم واكتفى بطلب مساعدتهم في العمل على بناء السد وردم الفجوة بين الجبلين. استخدم ذو القرنين وسيلة هندسية مميزة لبناء السد، فقام أولا بجمع قطع الحديد ووضعها في الفتحة حتى ساوى الركام مع قمتي الجبلين، ثم أوقد النار على الحديد وسكب عليه نحاسا مذابا ليلتحم وتشتد صلابته، فسدت الفجوة وانقطع الطريق على يأجوج ومأجوج، فلم يتمكنوا من هدم السد ولا تسوره، وأمن القوم الضعفاء من شرهم. وبعد أن انتهى ذو القرنين من هذا العمل الجبار، نظر للسد وحمد الله على نعمته، ورد الفضل والتوفيق في هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فلم تأخذه العزة ولم يسكن الغرور قلبه. ذو القرنين النموذج الطيب للحاكم الصالح، يمكنه الله في الأرض وييسر له الأسباب، فيجتاح الأرض شرقا وغربا، ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ولا يطغى ولا يتبطر، ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق، ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه، إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به، ويساعد المتخلفين، ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل، ويستخدم القوة التي يسرها الله له تعالى في التعمير والإصلاح ودفع العدوان وإحقاق الحق، ثم يرجع كل خير يحققه لله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله، ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته، وأنه راجع إلى الله.
وفي النهاية الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء. أعطى الله ملك الأرض لهؤلاء الأربعة، فأما من آمن فإن الجنة هي المأوى، وأما من كفر واستغنى فإن الجحيم هي المأوى، بأمر الله وسلطانه.